لان مشاهدي قناة تبي هذا الشارع هذا عند قادر الصحراوي يعتبر من اهم الشوارع اللي تستقبل الضوء واكبرها، ولكن للاسف الشديد يعتبر اكثر الشوارع بنية تحت الشعب كل فارغ خصوصا بعد تخلف كنا شفنا الفيضانات اللي كانت وقعت فيه. لان مشاهدي قناة شوف تي في للاسف الشديد هذه هي البنية التحتية ديال مدينة الدار البيضاء، شوارع مدينة الدار البيضاء واللي المسؤولين ما كيعيروهاش اي اهتمام خصوصا بالاحياء الشعبية